السلام عليكم متتبعي الاعزاء، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي ندير لكم ان شاء الله اخر شكل متبقي لنا من هذا البلاطو، وهو الصابلي بالفرماج. هذا الصابلي هذا من ألد انواع الصابلي، لانه فيه الفرماج وفيه اللوز. ان شاء الله الا جربتوه غادي يعجبكم. غادي نخليكم دابا تاخذوا المقادير وبعد منهم الطريقه. اذا في المقادير غادي نحتاجو، عندي هنا 60 غرام ديال بودره اللوز، 120 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، 50 غرام سكر كلاصي او سكر حبيبات، بيضه واحده، نص معلقه صغيره ديال الملحه، 4 قطع جبن مثلث، واخيرا الدقيق حسب الخليط. اذا في اناء غادي ندير الزبده، ثم غادي نضيف عليها الفرماج والسكر كلاصي، غادي نخلطهم مزيان على بعضهم. ملي ما يبقاوش عندي قطع الفرماج والزبده، غادي نضيف الملحه والبيضه ونزيد نخلط. في هذه المرحله غادي نحصل على واحد الخليط اللي هو كريمي. غادي نضيف بودره اللوز وغادي نخلط شويه، ثم غادي نضيف الدقيق الابيض على دفعات، وانا كنخلط برؤوس الاصابع حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون ما كتلصقش لا في اناء لا في الاصابع ديالنا، وفي نفس الوقت ما خصهاش تكون قاسحه. غادي ناخذ العجينه وغادي نغلفها بالبلاستيك الغذائي، وغادي نحطها في الثلاجه على الاقل ساعه باش ترتاح. من بعد ما دازت ساعه غادي ناخذ العجين وغادي نبسطو وسط ورق الطهي، وما غاديش نرققو بزاف لاني ما غاديش نلصق جوج قطع مع بعضهم. من بعد ما وصلت للسمك اللي بغيت، غادي نرش الدقيق في واحد الجهه وغادي نقلب العجين للجهه الاخرى. في هذا الشكل استعملت هذه القطعه البيضاويه. غادي نقطع دابا الصابلي وغادي نحطوه في الطاوه تكون مفرشه بورق الطهي. ثم غادي ندخل الصابلي يطيب في فرن مسخن من قبل على 160 درجه، الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت او بالمروحه. بالنسبه لفرن الغاز غادي طيبيه من التحت حتى يطيب، عاد تشعلي عليه من الفوق. في هذه الاثناء غادي نذوبوا الشكلاط على حمام مريم على نار هادئه جدا. انا استعملت بديل الشوكولا اقبل، وكذلك غادي نكونوا وجدنا واحد شويه تاع اللوز محمر ومهرمش للتزيين. غادي ناخذ قطعه الصابلي وغادي نغطسها في الشكلاط، ثم غادي نحاول نحيد منها الفائض. غادي نحطها بهدوء فوق ورق الطهي، ثم نزينها باللوز مهرمش. وكلمسه اخيره، بعد ما كيشد الشكلاط في راسو غادي نلون اللوز باللون الذهبي. وهذه هي الكميه اللي كنحصلوا عليها، وهذا هو الشكل النهائي. هكذا نكون كملت لكم جميع اجزاء البلاطو. نتمنى ان هذه الحلويات يكونوا عجبوكم، واللي عنده سؤال تخليه ليا ان شاء الله غادي نجاوبها عليه. وعدكم مبارك سعيد مسبقا، وبصحه وراحه.